أنا جيت هون الليلة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية يختار يطمئن على حالة المواطنين القادمين. الليلة كانت رحلة جاية من الجزائر، رحلات على نوعين، خارج منهم اللي جاي من دول ذات خطورة، قبلت الحكومة إجراءات بصيفتها يا الله، قبلت فنادق ودارتهم فيهم ومواكبتهم وعارفة لهم شيء، يسوى الناحية الصحية ويسوى الناحية نواحي الأخرى تفر، وخارج شمنا الأفواج جايين من دول أقل خطورة الحمد لله كيف الجزائر. اخترت الليلة نجيهم نعدلهم تحسيس على الإجراءات يلا يعدلوا، اختير هون نأكد عن الناس اللي ما تنقبوا وتندال الفنادق عنها مهم، تطرح الأخلاق لأن يقولوا نحن الحجز الذاتي، أنا كل حد يقبلوا قلتها لهم الليلة نختارهم نقول هذوكم اللي ما فاتوا حجز سابق ذا يلا كل حد يبقى قبل ولا يحرك.